طبعا فنان تاني ايضا عم بيحضر الاغنية الجديدة سينجل وهو نديم نور اللي خبرنا عن تفاصيلها لما قابلناه كمان بحفل وشوشة. يعني ان شاء الله راح يكون موجود على الصيف. هو تعاملنا فيه مع ناس بعتز فيهم كثير اني معهم مثل الاستاذ محمد يحيى والشاعر الغنائي ايمن باقة قمر والمخرج محمد سامي. ان شاء الله حنعمل حاجه ان شاء الله. احنا هلا بصدد تحضيراته ان شاء الله قريبا حيكون على الصيف باذن الله. والممثل مصطفى البنا راح يكون مشغول كمان بالتحضير الموسم الثاني من برنامج سعفان في التلفزيون يلي كرم عنه بهالحفل. بشكر الناس عن اختياره في التصويت لبرنامج سعفان في التلفزيون وهم اصحاب الفضل بعد ربنا يعني. وان شاء الله الجزء الثاني بقى باذن الله يعجبهم برضه. ان شاء الله هيبقى بعد رمضان باذن الله هنحضر له باذن الله نصور على طول. وكمان عم بيحضر لفيلم كوميدي ضخم. في حاجه جديده باذن الله تبقى بعد رمضان يعني باذن الله هيبقى فيلم يعني في فيلم لا في مصر هيكون في لا هيبقى في زايد في الشيخ زايد بس يعني ان شاء الله هيبقى في ناس كتيره يعني بس لحد دلوقتي لسه هو بنتكلم فيه بس باذن الله فيهم ابطال. هو هيبقى فيلم كوميدي مع يعني ابرز النجوم اللي موجودين دلوقتي على الساحه. اما محمد رشاد عم يستعد للمشاركه بمسلسل ملف سري مع هاني سلامه ورح يظهر فيه بشخصيته الحقيقيه. هو ضيف شرف اكتر عشان حسن حبيبي جدا يعني وان شاء الله بعد رمضان في بقى حاجات هتبقى مفاجات يعني ان شاء الله باذن الله. وغير هيك محمد كمان كرم بهالحفل كافضل مطرب شاب. يعني هشكر ربنا وهشكر دعوات والدتي وهشكر خطيبتي اللي وشها حلو عليا في 2021. النهارده بتكرم كافضل مطرب شاب الحمد لله على فضله ونعمته وفي حاجات كتير بتحصل يعني الحمد لله حصلت في 2021 واللي جاي احسن بكتير ان شاء الله يا رب. مبسوطه بيه جدا فخوره بيه جدا فرحانه كده ان انا معاه في حاجه حلوه زي دي. وكشف لنا عن موعد زفافه. الفرح في شهر 12 ان شاء الله اخر السنه ان شاء الله ان شاء الله عشان يبقى بدايه سنه بعد كده جديده احلى ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب والف مبروك ربنا يكمل فرحتكم. اكيد الف مبروك.